الازمه دي احنا اللي عاملينها بنفسنا، خدت بالك؟ وفي 90% من الازمه دي التكاتك، خدت بالك؟ اول حاجه لا اسلوب كويس ولا رخصه كويسه ولا في ادميه عندهم خالص. طب يعني المرور نفسه، عساكر المرور والكلام ده كله في مكانهم صح؟ دول ما ذنبهمش حاجه، دول ما ذنبهمش حاجه، احنا اللي اخلاقنا اصلا وحشه. طب الزبون اللي بقف على الارض ما بنعرفش ناخده، بعين بيكسروا لنا ازاز الطريق، بناخده بنص ساعه، المفروض بنبقى نص ساعه، بعد بناخده ساعه ونص، ساعتين وثلاثه، بيظبط بيجي يخش يمشي العجل كله. طب ومين هيعمل الازمه دي؟ مين اللي هيقف لنا؟ طيب احنا عايزين ناكل عيش ولا نقف نبطل؟ طب انت لو عايز تشيل الموقف من هنا هتحط موقف تاني اقرب موقف ليك اللي انت قاعد فيه يا باشا؟ ممكن لو وسعوا لنا حته جنب البياعين دي ونقف فيها بقى احسن لنا واكرم لنا، اما تقف بكرامتك احسن ما حد يجي يأذيك. مفيش حد بيقول يا رب يزينا في لقمة عيشنا. اولا لما تيجي دلوقتي تمشي مثلا من هنا لحد مثلا اخر الكوبري مش هتلاقي عسكري، اللي طالع امبابه، اللي طالع الجيزه، اللي طالع هنا، اللي طالع هنا، ما تلاقيش فيه عسكري ولا امين واحد واقف. احنا اللي بننزل نمشي السكه، احنا بنركن العربيات بتاعتنا الميكروباص وننزل نمشي السكه. الحل والله يبقى فيه مرور وفيه عساكر وفيه امناء وفيه ظباط، المفروض تنزل تمشي السكه بدل ما واقفين مثلا لينا ان احنا دبابان لينا وبصينا احنا بس للمرور بتاعتنا احنا، ان احنا الرخص ومش الرخص والكلام ده. طب ما تنزل تشوف الشوارع، مشي الشوارع. في ناس بتقف وبتنظم، بس احنا زي ما احنا يعني مثلا مع احترامي ليك مثلا ظابط وقف مثلا كده، بعدين ده مثلا ظابط مسافه كبيره قدامه وجي واحد مثلا عايز ينزل في نص الطريق عادي، يعني طبيعي ان سواء هيقف وهينزل مش ياخد يمينه وتبص تلاقي، انت فاهم يعني ايه؟ ده اللي بيوقف الدنيا في بعضها يعني المشكله برضه في السواقين برضه يعني في مشكله. هي المشكله فينا طبعا، احنا نكذب على بعض، المشكله فينا. مع احترامي ليك يعني لو ما لقيناش واحد واقف قدامنا وعايزين نخطف حته عكس بنخطفها، احنا مش لاقيين الجنب اللي نركن عليه عشان ننزل الزبون، في السواق فينا معاه رخصه. طيب حسبي الله ونعم الوكيل.